بالنسبة للضرر تيخص جوج طروات ديال الزبل اللي موضوعين أمام إقامة ديال المسجد، إقامة ديال المسجد عمارة خمسة اللي كيشكل ضرر على الساكنة ديال أكثر أزيد من 12 بارتمان، اللي عندها الواجهة ديال النوافذ ديالها مقابلة لهاد الطروات، زائد المحلة التجارية اللي كاينة تحت العمارة كلها أونفاس وقريبة بزاف، يعني أقل من 5 أمتار. هذا المشكل هذا في فصل الشتاء اللي فاش سكنوا الناس بداو تعانيوا منه. في فصل الشتاء اللي تنعرفوا انه في فصل الشتاء تيكون الضرر اقل، فصل الشتاء كاينه شنيوله وكاين البعوض وكاين الناموس وكاين الرائحه الخطيره بسبب هذه الحاويه الاسبال، لانه ما نقدرش نوصف لكم الضرر اللي كاين، لانه في الليل كيبقى الزبل كيتجمع هنايا. بدا نشوفوا بان قراب بزاف كيبقى يتجمع الزبل وكيتعصر وكيخرجوا دوك حاشاكم دوك الروائح والعصارات وكيطلعوا دوك الكتل الهوائيه وكيدخلوا للشراجم وكيحبسوا في ديورنا. حنا راه مرض هذه شهور، عندنا نساء حوامل وعندنا رضع. هذا المشكل هذا ما سكتناش عليه، قلنا بدينا تنهضروا، بدينا باول حاجه المراسله ديال الشركه الكترونيا في الموقع ديالهم في التطبيق ديالهم، جوج مراسلات ما كاينش اللي يتجاوب معنا. مشينا حطينا شكايه في الجماعه ديال تسلطان، قالوا لنا بانهم ما عندهمش الحق يحطوا هنايا وخصكم تصيفطوا لهم هما باش يجيو يحيدوهم. مشينا عند جماعات مراكش، تابعين لجماعات مراكش، انا الساكنه الاقامه تابعه لتسلطان ولكن السطوله اللي محطوطين قدامنا تابعين لجماعات مراكش. مشينا لمراكش البلديه ومشينا للمكتب التقني، هضرنا مع الناس تماك، حطينا لهم الشكايه، وعدونا بالهضره انه غادي يكون تجاوب، ما كاين والو. صبرنا تنحتناو عاوتاني، درنا الشكايات الالكترونيه حتى هما، كاين رقم الشكايه الالكترونيه اللي جاوبونا فيه على انهم غادي يقوموا بالواجب ويتجاوبوا معنا. هذا الشيء راه زايد على 5 شهور وحنا تنتسناو الحل، ما كاينش الحل. مشينا ديبلاسينا حنا كساكنه ومالي المحلات باش يلقاو معنا الحل، نشرونا تماك 3 السوايع وحنا تنتسناو المسؤول ديالهم، ما خسرش علينا حتى كلمه، خسر لنا التليفون. حنا كنتسناو يجي عندنا، ما جاش عندنا، خسر لنا التليفون تيقول لنا فيه انا ما عنديش كندير لكم الحل وكذا، وداك الشيء محطوط الساتيليت ولا ما عرفت شنو هو المشكل. هو هاد الشركه هذه كانوا دايرين الحاويات ما حاطينهمش هنا، حاطينهم في بلاصه بعيده. العمارات تبناو، تباعوا المحلات، تباعوا الديور وكل شيء، عاد هما جاوا حفروا هاد المنطقه هذه اللي داروا فيها هما هاد الحاويات ديالهم. مع العلم انا الحاويات تابعين لجماعه مراكش والارض تابعه لجماعه ديال التسلطنت. بديت المعاناه في هذا المشكل هذا. جات واحد الوقيته جات عندي الشرطه الاداريه ديال جماعه التسلطنت على اساس المسائل القانونيه للمحل اللي عندي هنايا. قلت لها الموضوع المشكل كذا كذا، قال لي كذا، قلت لي ديروا الشكايه ودفعوها لينا. راه اصلا هذه الارض ديال جماعه التسلطنت، راه ماشي جماعه المناره. نهضروا على هذا الشيء ديال طاروت الزبل. الله يجزيكم بخير، انا الضرر بزاف. وبالنسبه للمحل دابا راه مشينا لشهرين تقريبا ولا 5 شهور. وبالنسبه لهاد الطرول كيجي منها بالنسبه للحيوانات هادشي ديال المشاش والكلاب وبالاكثريه الكلاب هما القباح. هاد في الصباح تاكل في مراكش راه حتت ولا حرج. اي هادشي اللي اكثريه في الصباح. وبالنسبه دابا كيصيفطوا الناس الدراري الصغار كيخويو بالزبل، ما كيخويوش الطرو، كنلقاه دائما تحت الطرو ولا جنب الطرو، يعني ما وكيعطي الريحه بزاف.